بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين في أحسن الأحوال ديالكم وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات جيت نشارك معكم هاد ميني بسبوسات، جوج الأشكال بسبوسات باللوز واللاتشين أو البرتقال، كيجيو مزيونين البنات بزاف. يعني بعجينة واحدة غادي نخرجوا جوج ديال الأشكال ديال البسبوسات. هاد الشكل هذا العادي اللي كيجي فوق منه هاد اللوز إفيلي، وهاد الشكل هذا الثاني اللي غادي تجي فيه هاد كريمة ديال اللاتشين أو ديال البرتقال اللي غادي نعدل معاكم إن شاء الله. ونتمنى أنه البنات هاد البسبوسات ينال الإعجاب ديالكم بإذن الله. ودابا نبقاو مع الطريقة ديال التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير ديال هاد البسبوسات البنات، غادي نحتاجو جوج ديال الكيسان ماشي عامرين بسميدة، سميدة خاصة بالحرشة يعني اللي غليطة. غادي نحتاجو كاس لاروب ديال الزيت نباتية، جوج ديال المغارف ديال بودرة ديال اللوز. بالنسبة للبنات هاد بودرة اللوز كتبقى اختيارية، إلا كنتو مغاديش تستعملو بودرة اللوز فخصكم تستعملو جوج ديال الكيسان يكونوا عامرين. أنا هاد القياس اللي نقصت تقريبا مغروفة كبيرة من السميدة هي اللي زدتها ديال بودرة ديال اللوز، يعني عندي هنايا جوج ديال المغارف كبارين ونقصت جوج مغرفات كبارين تقريبا ديال السميدة. صافي غادي نحتاجو تقريبا ثلاثة ديال المغارف كبارين ديال الياغورت طبيعي، يعني كاس ديال دانون اللي كيتباع في المغرب بجوج دراهم، نصف كاس ديال السكر، ثلاثة ديال البيضات. انا البنات عندي بيضات هنايا ستيتوين، الا كانوا عندكم بيضات كبارين فاستعملوا غير جوج. كيف كتشوفوا بيضات عندي اليوم ستيتوين، عندي استعمل ثلاثة. نتوما الا عندكم بيضات كبارين كيف قلت لكم استعملوا غير جوج. صافي وغادي نستعملوا نصف مغرفة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، مغرفة صغيرة ديال البودرة ديال الفاني، قبيصة ديال الملح، قشر ديال الليمون او الليتشين محكوك، ومغرفه كبيره ديال العسل. هذه البنات العسل كما كتشوفوا انا كنستعملها بزاف في البسبوسه ودائما كنستعملها، هي اللي كتعطينا ديك التعليكه في هذيك البسبوسات، كيجيو معلكين كيجيو مزيونين بزاف. صافي البنات هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للطريقه ديال التحضير البنات فهي طريقه عاديه اللي كنحضروا بها اي بسبوسه. اول حاجه غادي نخدمو بيضات، كيف ما كنعرفوا البنات البسبوسه فما كتحتاجش تطرب كهربائي، فغادي نستعملو غير الكهرب هذا عفوا الطراب اليدوي. غادي نعمل البيضات ديالي كما قلت لكم البنات انا استعملت ثلاثة لان عندي بيضات ستيتوين، نتوما استعملوا غير جوج الا كانوا عندكم بيضات كبارين. غادي نطربهم مع هاد القبيصه ديال الملح والسكر، غادي نطربهم شويش عاد نضيف باقي المكونات. صافي البنات ها طربت غير شويه عي باش يذوب لي هذاك السكر مع هذيك البيضات. صافي ودابا غادي نزيد الزيت كما قلت لكم كاس لاروب. هذه القياسه البنات ديال الكيسان، حيت بزاف ديال البنات كيسولوني على القياسات ديال الكيسان. هذه القياسه البنات هادو راه في نفس القياس ديال العنبه، كاس ديال العنبه نفس القياس. نضيف الياغورت، وغادي نضيف هذيك المغرفة ديال العسل. كما قلت لكم البنات هاد المغرفه هي اللي كتخلي البسبوسه ديالنا تجي معلكه من الداخل، كتجي مزيونه البنات. غادي نضيف بودره ديال اللوز، كما قلت لكم البنات ممكن تستغناو عليها. هنا عندي جوج ديال المغارف كبارين ديال بودره ديال اللوز، ولكن الصراحه كتعطي واحد المذاق رائع البنات في هاد البسبوسه.
غادي نزيد قشر ديال الطحينة محكوكة، وغادي نزيد خميرة الحلوى وفاني، وآخر حاجة هي السميدة. صافي البنات، هذا هو العجين ديالي، كيجي على هذا الشكل، هذا يجي ما ثقيل ما خفيف، يجي هكذا صافي. بالنسبه للليمون البنات اللي غادي نستعمل، انا غادي نستعمل هادو العاديين ديال الالومنيوم، وغادي نستعمل هادو على شكل بحال مول العجيب، كيجي عندهم هذا الغطيسه هذه بحال هذا الشكل هذا، وغادي نستعمل هادو العاديين كل واحد غنعمل لهم شكل. هادو البنات غادي نستعملهم فنعمل فيهم كريمه، وهادو غادي نخليهم عاديين ونذوقهم باللوز ايفيلي. اول حاجه البنات غادي نعملوها هي غادي ندهنوا الليمون ديالنا مزيان بالزبده، وهذاك وندردروا عفوا عليهم السميده، غنلفوهم على هذا الشكل هذا باش ما تلصقناش، حيت كنعرفوا هذا النوع ديال الليمون البنات كيكونوا كيلصقوا. صافي البنات، وغادي نبقى نعمل العجين ديالي في هذا الليمون. صافي البنات، هادو هما الميني بسبوسات ديالي، كما كتشوفوا عطاتني 11 الوحده، عطاتني 6 من هادو اللي عملتهم في هذاك اللي بحال الليمون العجيب وستيتو، وعطاوني 5 من هادو العاديين. بالنسبه لهادو العاديين البنات فغادي نزينهم باللوز ايفيلي هذا الشكل هذا، وهادو البنات غادي نعمل فيهم حتى شي حاجه، لانني غادي نقلبهم وغادي نعمرهم بهذاك الكريمه ديال التشين. صافي البنات، ها هما البسبوسات ديالي دابا واجدين، غادي ندخلهم الفران على درجه حراره 180 درجه بالنسبه للمده تقريبا بين 4 ساعه حتى ثلث ساعه، يعني بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، يعني ما كيديوش الوقت بزاف. كيف كتشوفوا هما غير ستيكوي، يعني ما كيديوش الوقت بزاف، دغيا كيطيبوا. صافي البنات، وندوزو دابا باش نحضروا الكريمه اللي غادي نزوقوا بها هذا النوع الثاني ديال البسبوسه. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه ديال التين اولا البرتقال، فغادي نحتاجو نصف كاس ديال التين معصر او البرتقال، نصف كاس ديال الحليب، مغروفه كبيره ديال المايزينا، ممكن البنات تعاودوا مايزينا ببودره ديال الكريم باتيسيير الا كانت عندكم فغتكون احسن البنات، كتجي مذاق ديالها احسن صراحه. انا متوفرش عندي فغادي نكتفي غير بمايزينا، واللي ما عندكمش طبعا نتوما تكتفيوا بمايزينا بحالي حتى هي كتجي مزيانه صافي. وغادي نحتاجو 3 ديال المغارف غير مملوءه ديال السكر. صافي البنات، بالنسبه للطريقه فغادي نعملو كلشي في كسرونه على هذا الشكل هذا، غادي نعملو عصير ديال التين والحليب والسكر ومغروفه ديال المايزينا، وغادي نخلطوهم مزيان البنات، وغادي نعملوهم فوق بوطه على نار مهيله، وغادي نبداو نحركو فيهم حتى تعقدنا هاد الكريمه هذه. ها هما البنات البسبوسات ديالي من بعد ما طابو كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو محمرين ما شاء الله على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للكريمه البنات ها هي من بعد ما طيبتها كما قلت لكم فوق البوطه، وبقيت كنحرك حتى وجدت على هذا الشكل هذا صافي. دابا البنات اول حاجه غادي نعملو هي غادي نسقيو هاد البسبوسات. بالنسبه لي انا البنات غادي نسقيهم بهذا العصير ديال التين طبيعي، عصرت يعني التين عصرته بهم، غادي نسقي هاد البسبوسات. يمكن لكم البنات تعوضوه باي اي حاجه بغيتو تعوضوه، بغيتو تعملو غير السيرو ديال الماء والسكر وطيبوهم،
وتعملوا معهم واحد طخونش ديال الليمون، يعني ولا طريف ديال الليمون، وطيبوهم مزيان خليهم تيغلاو وتسقيوهم بهم، تسقيو بهم هاد البسبوسات. ولكن اهم حاجه البنات اللي خصكم تردوا لها البال، ان هاد البسبوسات الا كانوا سخونين السيرو ديالنا خص يكون بارد، والا كان العكس السيرو سخون البسبوسات خصهم يكونوا باردين، باش البنات هاد البسبوسات هادو ديالنا ما يتعجنوش. صافي دابا غادي ندوز باش نسقي هاد البسبوسات ديالي، كما قلت لكم انا غادي نسقيهم غير بهاد مع السير ديال ليتشي تاعي شي مغروفة. عفوا البنات، وهادو البنات هما الميني بسبوسه ديالي. بعد ما سقيتهم خليتهم حتى بردو، عاد زولتهم لي مول ديالهم وعملتهم فهاد الكوغطات هادو ديال الكوب كيك، كيجيو على هاد الشكل هذا. هذا الشكل الاول البنات اللي عملنا من فوق منه اللوز ايفيلي، وهذا الشكل الثاني اللي عملنا فيه كريم هذاك اللي وجدنا مع بعضيتنا ديال التشينه وديال البرتقال. صافي البنات عملت هذيك الكريمه في الوسط وزوقتها بهذيك حبيبات ديال الشوكولات. التزيين كيبقى اختياري البنات، طبعا كيجيو مزيونين البنات هاد ميني بسبوسات، وكيجيو بدادين صراحه، كيجيو فنين بديك اللوز وديك الليتشين البنات اللي كنعملو معاهم، صراحه كيجيو فنين. كنتمنى انكم تجربوهم باذن الله، والى عجبكم البنات هاد الفيديو كنتمنى انكم دعموني بلايك والتعليقات ديالكم، وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد. في امان الله، والسلام عليكم.